أنا اسمي أحمد صبري، عندي 22 سنة، بحب السفر وبحب أتعامل مع ناس من ثقافات وجهات نظر مختلفة. رغم إن أنا بقابل ناس من ديانات تانية غير المسلمين، لكن بلاقي فيهم عادات وتقاليد من ديننا، وعايز أعرف هل تأثري بالثقافات التانية ده صح ولا غلط؟ وكمان عايز أعرف إزاي أجاهد نفسي ضد السلبيات في المجتمعات والبلاد المختلفة. لو حضرتك واحد صاحبي أو حد قريب مني عموما عمل ذنب، والذنب ده قلب معاه إن هو بقى عادة وبقى تكرار، إزاي هو يجاهد نفسه ضد الذنب اللي هو بيعمله ده؟ عشان بقى خلاص بقى بالنسبة له حاجة عادة، هو مش عارف يتغلب عليها بسرعة أو يغيرها بسرعة، إزاي بقى يتغلب ويجاهد نفسه ضد الذنب ده؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه وبعد. إذا كنا في محنة، بلاش صاحبك يعني، المجتمع في محنة والأمة في محنة، وشباب الأمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيديهم وأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. طيب لو ابتلينا بمشكلة من المشاكل، فإن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما حل بنا أو ما نزل بنا أو ما أصابنا إلا إذا يعني على الأقل عزمنا على أن نتغير، أن احنا نغير الحل. وإذا كنا في سعة رزق ورغد من العيش ويعني الحالة مستقرة قوي والدنيا تمام التمام وزي الفل، الله سبحانه وتعالى لا يسلب النعمة من العبد، لكن العبد بسوء فعله قد تزول عنه هذه النعمة. طيب إيه بقى الآليات بتاع التغيير اللي حضرتك بتسأل عليه؟ أنا إزاي أجاهد نفسي عشان ألزمها بهذا التغيير؟ لأن النفس متعودة إن هي تشرد لطريق المعاصي شوية كده وشوية كده، مش عايزة تلتزم على طريق الطاعة. نشوف إيه الحاجات اللي ممكن تاخد بإيدينا من الطريق اللي فيه المشكلات ده اللي حضرتك بتذكره لطريق الهداية والقرب من الله سبحانه. نبدأ نقول أول حاجة الاستعانة بالله سبحانه وتعالى بعد النية. أنوي إن أنا أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وأقول يا رب خذ بيدي إليك أخذ الكرام عليك، يا رب ساعدني بقى، أنا عايز يعني أريد أن أقلع عن الذنوب والمعاصي، يا رب أريد أن ألتزم الطاعات، يا رب نفسي أبقى بر بوالدي، يا رب نفسي أحسن إلى الناس. بعد كده أن أستعين بالله سبحانه وتعالى أن ربنا سبحانه وتعالى يساعدني. بعد كده أتعلم، أطلب الإيه؟ العلم اللي يساعدني على الإقلاع وعلى إن أنا أجاهد نفسي إنها تترك هذه الأمور. يبقى بدأنا بالنية وبالاستعانة بالله سبحانه وتعالى وبالعلم، بطلب العلم. يعني لو رجعنا لقول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب يعني معنى كده إن هو لو عنده صفة من الصفات الكويسة يعين بيها صاحبه، يقول له إيه رأيك مثلا ما تيجي نروح نصلي في المكان الفلاني، فيه واحد صوته كويس أو ممكن نصلي وراه العشاء وصلاة كويسة كده، وبعد ما بنصلي بنبقى مستريحين ونختم الصلاة بأذكار ونبقى مع ربنا شوية. صاحبه التاني مثلا فيه عادة كويسة قوي إنه هو يتفقد حال الفقراء، وتفقد حال الفقراء ده من الأمور اللي أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى، فكل واحد منهم يكمل التاني في النقطة اللي عنده. تفقد امور الفقراء قصدك يعني ان هو بيتصدق، يعني ان هو بيعمل يعني تفقد امور الفقراء ده اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ما امن بي من بات شبعان وجاره الى جواره جائع وهو يعلم به. يبقى احنا يجب علينا ان احنا نشوف احوال الجيران بتوعنا، الناس دول مساكين فقراء، الناس دول محتاجين حاجه، الناس دول ممكن يكونوا بيتين النهارده من غير اكل، ممكن يكونوا بيتين من غير عشاء وانا نايم ممتلئ البطن اكل وشارب و أكلت فواكه وأكلت حلويات وعندي كل حاجة من خيرات ربنا سبحانه وتعالى، وربما هتفيض عندي حاجة وهرميها في الزبالة. طب ما أنا أشوف جيراني اللي حواليه تفقد حالهم. ربما إن يكون صديق حضرتك أو حضرتك عندك هذا الجانب وصديقك بيفتقر إليه،
طيب نتعاون في هذا الجانب على البر والتقوى، نروح مع بعضنا كده نشوف الناس اللي حوالينا، مش عيب ومش غلط، بل وفي سبب من أسباب التكافل الاجتماعي، وبعدين بيترتب على كده راحة نفسية يشعر بها الإنسان في نفسه وفي قلبه. حتى لو أنت بترتكب معاصي ومنكرات كتير جدا، ما تقفلش كل الأبواب اللي بينك وبين ربنا، لازم تسيب باب تلج منه إلى الله تبارك وتعالى يوما من الأيام. ما ارتكبش معاه بقية الذنوب والآثام، أو كل ما يقابلني ذنب أقول يلا بالمرة. ليه؟ علشان أسيب أبواب مفتوحة بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ علشان لما أحب أرجع لربنا في يوم من الأيام، أو ربنا يهديني وأجي أرجع له، ألاقي باب مفتوح قدامي، أقول يا رب أنا كنت في يوم كذا قد صمت كذا، أو تصدقت على فلان، أو يعني أحسنت إلى المساكين، يا رب ببركة هذا العمل اللي عملته خالص لوجهك يا رب تقبلني واقبل معذرتي. في الحالة دي بقى ربنا سبحانه وتعالى قال: وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان قد عملها سقما في جسده أو اقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الذر. ما يبقاش عليه من السيئات إلا حاجات بسيطة أو يعني لو كانت مثلا الحاجات اللي عنده الذنوب والأسام والمش عارف إيه، حتى لو فضل يعملها طول عمره وسبينه بين ربنا سبحانه وتعالى باب مفتوح ما أغلقوش، فما زال هذا العبد على الإيمان ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى عايز ينقيه من الذنوب والخطايا قبل أن يقابل الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى بيعمل له عملية إيه؟ تطهير. طب نفترض لو واحد بقى مات على ذنب، يعني نفترض إن واحد خلاص عمل الذنب ده بس مات عليه، يعني نحن ليس في أيدينا، ما فيش في أيدينا إن إحنا نحكم على عبد على حاله في الآخرة، دي مش بتاعتنا. هو مش الإنسان بيبعث يوم القيامة على اللي هو مات عليه؟ فنفترض إن هو مات على ذنب فبيبعث يوم القيامة. وما يدريك أنه قال لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. شوف الكلمة دي بس، كلمة التوحيد فقط، عمل إيه؟ دخل الجنة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع كل البشر، مسلم وغير مسلم، مسلم مسيحي يهودي، كان بيتعامل مع كله. حتى إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان له خادم يهودي، فالنبي صلى الله عليه وسلم افتقد الخادم ده أيام، فبيسأل عليه، فقالوا له مريض، غلام صغير كده شاب. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راح يسأل عليه، وكانت هذه من عادات النبي صلى الله عليه وسلم، لما يسأل على حد ويقولوا له ده مريض أو كذا أو كذا، فيسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك احنا واجب علينا ان احنا نعمل كده برضه، ان احنا دايما نتفقد أحوال الناس. أمال فلان فين؟ أنا ما شفتوش بقالي فترة، عشان نبقى زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، نتصف بصفة من صفات سيدنا النبي. فلما راح يسأل عليه وهو إيه؟ يهودي. لما راح يسأل عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجده طريح الفراش، في فراش الموت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله. علشان إيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لا إله إلا قل لا إله إلا الله؟ علشان يدخل الجنة، وعلشان تكون مساوغ إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تنال هذا العبد شفاعته يوم القيامة. فالغلام اليهودي وهو في الفراش ده قلقان من أبوه، فبيبص له كده يعني أسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما أسمعش. فقال له أبوه: أطع أبا القاسم، يعني اسمع كلامه. فده كان آخر كلامه إيه؟ لا إله إلا الله. وربنا سبحانه وتعالى حط لنا قانون ودستور في القرآن إن إحنا ما نحكمش على حد، وإلا لو كنا بنحكم على البشر هندخل في حكاية التكفير اللي واخدها مجموعات منحرفة دلوقتي، وبعد ما بتكفر الناس بتقتلهم وبتستحل دمائهم. هي إيه؟ إن هم بيحكموا عليهم بالكفر، فده مش بتاعة حد إنه يحكم على حد. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول: الملك يومئذ لله يحكم بينهم. ده قانون عام، ده دستور. عارف دستور يعني إيه؟ يعني ما ننفعش نروح عنه لا يمين ولا شمال، ولا أنا أحكم ولا حضرتك تحكم،
دي بتاعت ربنا، واحنا نسأل ربنا سبحانه وتعالى على اي حال ان ربنا دايما، حتى لو بنرتكب معاصي او منكرات او كذا، نقول ايه؟ اللهم اختم لنا بخير. طب وحضرتك انا هيبقى عليا ذنب ان مثلا لو في حد على ديانة اخرى او عقيدة اخرى غير انا، ان انا ما نصحتوش او كلمت معاه في الدين الديانة بتاعتي، ده هيبقى عليا ذنب؟ ويعني هيبقى ليا ذنب ان انا ربنا هيشيلني ذنب ان انا مثلا ما اتكلمتش معاه في الموضوع ده؟ حضرتك انا هيبقى عليا ذنب ان مثلا لو في حد على ديانة اخرى او عقيدة اخرى غير انا، ان انا ما نصحتوش او كلمت معاه في الدين الديانة بتاعتي، ده هيبقى عليا ذنب؟ ويعني هيبقى ليا ذنب ان انا ربنا هيشيلني ذنب ان انا مثلا ما اتكلمتش معاه في الموضوع ده؟ هو ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولكل من دون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ايه؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وقال سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين، وقال سبحانه وتعالى وما أرسلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. دعوة الإسلام مستمرة لا تنقطع من أيام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إن الإنسان يظل داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الدعوة شكلها إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى وصفها لنا في القرآن، قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. طيب، وربنا سبحانه وتعالى قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. يعني إحنا بنؤمن بنبينا وبنؤمن بنبيكم وبنؤمن بكتابنا وبنؤمن بكتاب، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. طيب، وقال إيه كمان ربنا سبحانه وتعالى؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. طيب، فإن تولوا نعمل إيه؟ نروح نقول لهم لازم تدخلوا الإسلام؟ لازم نرغمكم على الإيمان؟ فقولوا شهدوا بأننا مسلمين، إحنا مسلمين زي ما إحنا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، يعني هم أهل ود للمؤمنين. ليه؟ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين. مسألة التعامل بيننا وبينهم دي مسألة عادية خالص، والإسلام فتح الباب فيها على مصراعيه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يعني تتقدموا إليهم بكل ألوان البر والخير. طيب، لو أنت حاولت تدخل في موضوع زي كده لكن قدامك عقبات، حسيت أنه هيترتب عليه مفسدة في المجتمع أو ضرر هيخل بأمن المجتمع، يبقى احنا في الحالة دي عندنا قاعدة بتقول ايه؟ درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. طيب، والقاعدة التانية بتقول ايه؟ بتقول تغليب اخف الضررين اولى. طب هو حضرتك ايه الفرق اصلا من جهاد النفس ووسوسة الشيطان؟ جهاد النفس ده امر مطلوب شرعا، مطلوب انك تجاهد نفسك. ربنا سبحانه وتعالى قال وجاهدوا في الله حق جهاده. وعلى فكرة جهاد النفس واجتناب وسوسة الشيطان هما الاثنين مع بعض من أكبر السبل للتغيير. أكثر حاجتين يخلوك تتغير وتبقى إنسان يعني كما يحبك الله ورسوله، بعدين ده إحنا غايتنا في الحياة كلها إن إحنا ننال حب ربنا سبحانه وتعالى، لأن لو ربنا أحبك ثق إن كل من على وجه الأرض سيحب. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم يوضع له القبول في الأرض. طيب، القبول ده تقضى لك من خلاله الحاجات وربنا سبحانه وتعالى يستجيب لك به الأعمال الصالحات ويدفع عنك به البلايا وكل المضرة. طيب يا سيدي، مجاهدة النفس، أنا بجاهد نفسي ليه؟ عشان أبطل الذنب اللي أنا شايف إن هو غلط أو حاجة غلط عموما بعملها، فأنا بجاهد نفسي إن أنا أبطل حاجة دي. كويس أوي، يعني مع بدايتك على الطريق المستقيم ربنا سبحانه وتعالى
بيكتب لك الحسنات ويمحو عنك السيئات وتغتفر زلاته. طيب هل أنا هطلع على السلم ده لوحدي ولا ربنا هيساعدني؟ لا ربنا هيساعدني. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بقى اللي ربنا بيحبه. وفي الحديث إن تقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى شبرا تقرب الله إليه ذراعا، ومن تقرب إلى الله ذراعا تقرب الله إليه باعا، وإن أتى العبد ربه ماشيا أتاه الله عز وجل مهرولا. فربنا سبحانه وتعالى أسرع منك إليك، أسرع إليك من سرعتك إلى الله سبحانه وتعالى. طيب ده معناه إيه؟ معناه إن ربنا سبحانه وتعالى عايزنا نتوب ونرجع لربنا سبحانه وتعالى. طب هل باب التوبة ده مقفول؟ لو أنا جيت أقول يا رب الباب ده مقفول، يا رب تقبل توبتي، الباب مقفول ولا مفتوح؟ طب هل في دليل من القرآن على إن الباب ده مفتوح لا يغلق أبداً؟ آه، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يريد الله ليبين لكم، ربنا اللي عايز يبين لنا، ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. كل ده ربنا عايزه لنا. طب وإحنا فين؟ إحنا متأخرين عن ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ ففروا إلى الله، كل شيء تخاف منه تفر منه إلا الله سبحانه وتعالى. كلما ازددت خوفا من الله فررت إلى الله. أنت عايز حاجة أجمل من إن أنت كل ما تخاف من ربنا تلجأ إليه؟ فكلما ازددت خوفا من الله وخشية ازددت لجوءا إلى الله تبارك وتعالى، وكلما ازددت لجوءا إلى الله تبارك وتعالى ازداد حفظه سبحانه وتعالى، وفتح باب القبول وباب التوبة وباب رفعة الدرجة، وكنت في أعلى المراتب عند الله سبحانه وتعالى. ليه؟ علشان ربنا عايز يتوب عليه، والله يريد أن يتوب عليه، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، ربنا عايز يخفف عنك، وخلق الإنسان ضعيف. فإحنا دلوقتي بينا يعني شيئا يسيرا من مجاهدة النفس، عايزين بقى نتنقل لنقطة اللي هي وساوس الشيطان، النقطة اللي أنت سألت عنها. ليه؟ لأن الشيطان توعد بني آدم في كل زمان وفي كل مكان، قال لله سبحانه وتعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لكن ربنا سبحانه وتعالى وعد الإنسان بإيه؟ بالحفظ والعناية والرعاية، فقال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال سبحانه: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه.